صوما مقبولا وافطارا هنيا. اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا دائما مع شهر رمضان المبارك وامسياتنا ودائما جولاتنا الميدانيه في مسابقاتنا. اليوم مكملين معكم مع سنيوره، سنيوره عشره عمر. تعالوا معنا في جوله جديده مع سنيوره ومسابقاتنا، جوائز وهدايا سنيوره عشره عمر. لا تنسوا دائما سنيوره معكم في كل مكان. سيكون برفقتي من وراء الكاميرا براء عمر، خباب الاسمر، عبود الزغلول، مني انا منتصر العنني. كل عام وانت بخير. وانت بخير. رمضان كريم علينا وعليكم. كيف الاجواء يا باشا؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. احنا مع سنيوره اليوم عشرة عمر. اهلا وسهلا. شو اسمك؟ انت بخير. علاء جزماوي. علاء اسمع، السؤال بيقول خذ هديتك مباشره، ما هو الهيتمو ميتر؟ الهيتمو ميتر اللي هو بقيس درجة، انا ما اعتقد درجة الحرارة او الرطوبة. درجة الحرارة او الرطوبة. اخر شيء عندك يا رطوبة. رطوبة يا جماعة مع سنيورة عشرة عمر، مش رطوبة. لا مش رطوبة. جزماوي كل عام وانت بخير. ما هو الهيتمو ميتر؟ شو هو؟ خذ هديتك مباشرة. الهيتمو ميتر. الهيتمو ميتر. على هو شو في؟ هو أداة قياس. أوكي أداة قياس بس لإيش؟ أيوة. على إحنا عنا في الهرتز لل. تمام. الهرتز لإيش؟ لل. ترددات. ترددات. نعم. تمام. طيب هاي. هو للرياح، يا إما للرياح. شيلها. أو. شوف قياس الزئبق او الى درجات الحراره. انسى الرياح. الهيتمو. في الهيتمو ميتر. الامواج. لا قياس كميه ايش؟ الهيتمو ميتر. قياس كميه ايش؟ ايش شو بنزل عنها بالشتاء؟ المطر، المياه. ما قياس قياس كميه الامطار. صحيح قياس كميه الامطار. لا رياح. صحيح. ولا الهواء هوانا. ما كنا قريبين يعني. طيب هاي جائزتك من سنيوره، شو بتحكي له؟ حبيبي سنيوره عشرة عمر طبعا احنا ما استغنيناش عنها برمضان، احنا كانت وجبه اساسيه على السحور واحنا ما بنستغنيش عنكم. شكرا لك، كل عام وانت بخير. كم يبلغ عدد اسنان الجمل؟ اسنان الجمل؟ في خيارات؟ ما في خيارات. فيش خيارات؟ فيش خيارات. والله ما عندي انا بصراحه. اضرب لك رقم بلكي يجي معك. 40. 40 نو مش 40. طيب سعد كل عام وانت بخير. اين يوجد قصر الشتاء؟ وين؟ قصر الشتاء؟ اين يوجد قصر الشتاء؟ يلا علقتك علقتك. فتحنا لكم يوم السبت، كان اغلاق يوم السبت، فتحنا لكم يوم ولا شيء. والجمعه كمان روح. الجمعه على الاخر فاتحه. ما في خيارات يا عمي، هاي سنيوره ما في مع خيارات. شو؟ الشتاء. عشرة عمر موجوده معك. مطرح يعني ولا؟ في مكان، في مكان، في مدينه. يلا. عشان فاضي بتغير السؤال. بتغير السؤال. باريس. باريس سان جيرمان، هذا فريق كرة قدم. لا مش باريس. طيب انا بدي اقول لك اياه. قول جاوبك عليها وجاك رول سائد. بدي اقول لك كل عام. سألنا سؤال يا سايح، أين يوجد قصر الشتاء مع سنيورة؟ وين؟ ما مش سمعت في قصر الشتاء نهائياً. قصر الشتاء شو يا سيدي؟ مر معك؟ لا لا ما في خيارات. قصر الشتاء لا. شوف ما في خيارات.
نهائيا. مشكلة قصر الشتاء؟ لا قصر الشتاء ما بتعرفوه؟ لا نهائيا. ما مرت عليك في أي مدينة في أي دولة في أي مكان؟ سمعتش بالاسم. إيش؟ مصر؟ مصر لا مش مصر. لا ما ظنتش. طيب كل عام وانت بخير ورمضان كريم. تعالوا معنا نشوف مع سنيور عشرات عمر. طيب السؤال، ما الدولة التي كانت تسمى آسيا الصغرى؟ نعرفها منروح عليها ناس، احنا منروح عليها كتير، منروح شمت هوا كتير. تركيا. رينا انت لحالك جبتيها ولا بمساعدة ماما؟ مساعدة ماما. طيب الدولة التي كانت تسمى آسيا الصغرى هي تركيا. طيب رينا هاي مبروك عليك من سنيورة، شو بدك احكي له؟ كل عام وانتم بألف خير. وسنيورة عشرات عمر. شكرا. سنيورة ما اسم ذكر النعام؟ ايوه والله ما بعرف، والله ما بعرف اختصار الموضوع، والله ما بعرف. شو يا سيدي؟ على اي نهر تقع مدينة حمص؟ نهر معروف. نهر الفرات؟ لا يا زلمه، فرات في شو اسمه في العراق، ودجلة في العراق. العاصي؟ بالعاصي يا عمي، على العاصي، على نهر العاصي. طيب ما شاء الله. هاي من سنيورة عشرة عمر، شو بتحكي لهم؟ كل عام وانتم بخير كل جميع ان شاء الله. رمضان كريم. رمضان كريم والله اكرم. طيب ماذا كان يطلق على ملك الحبشة قديما؟ والله اذا قلت لي صعب الا ناخذ نسحب الشهاده تبعت العلاج الطبيعي ونقول لك روحي. نسيت يا زلمه علمي. شو نزل؟ شو معروف؟ شو اسمه؟ النجاشي. 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 ماذا كان يطلق على ملك الحبشه قديما؟ النجاشي، وهي اجابه مضبوطه. طيب انوار هاي جائزتك من سنيوره، شو بتحكي لهم؟ شكرا لكم، وشغلكم دائما مميز يعني وزاكي، وإن شاء الله يعني كل عام وأنتم بخير ومزيد من التقدم. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. طيب مشاهدينا متابعينا، وصلنا معكم بنهاية مسلسلنا مع أنوار مع سنيورة في هذه الأمسية المميزة. ولا تنسوا مشاهدينا متابعينا مع سنيورة عشرة عمر، كمان لا تنسوا أنه سنيورة كل يوم في عندها إشي جديد ومميز. سنيورة عشرة عمر، أول مصنع في فلسطين سنة 1920 مع سنيورة من العاصمة القدس. مشاهدينا متابعينا نشكركم على وجودكم معنا دائما. أمسياتنا الرمضانية كل عام وانتم بخير، صوما مقبولا وإفطارا هنيئا. أشكر زملائي من وراء الكاميرا براء عمر، خباب الأسمر، عبود الزغلول، ومني أنا منتصر العناني. سنيورة عشرة عمر، إلى اللقاء.